هذا سؤال مهم. وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدع والضلالات هل هو أفضل أو أن يفر بدينه؟ والجواب إذا كان بقاؤه فيه مصلحة بالنهي عن البدع وعن الضلالات فبقاؤه واجب، بقاؤه واجب لأن هذا مقام الرسل دعوة لله. أما إذا لم يكن فيه مصلحة ولا منفعة ولا يستفيدون منه وهو يخشى على دينه إن بقي فالفرار أولى. فالمسألة هذه تحتاج إلى هذا التفصيل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.